ظل الاشتغال بالقرآن الكريم تفسيراً وشرحاً، الشغل الشاغل للمسلمين منذ أن بدأ تاريخ تدوين العلوم الإسلامية وإلى يوم الناس هذا. وقد قدم العلماء وما زالوا يقدمون عطاءات جبارة في خدمة كتاب الله تفسيراً وشرحاً ونشر علومه تدويناً وتأصيلاً. واستكمالاً لتلك الجهود وتتويجاً لها، يقدم موقع إسلام ويب ثمرة جهوده وعطائه على مدى السنوات الماضية، وهي خدمة موسوعة التفاسير وعلوم القرآن لتكون إحدى أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة الإسلامية على موقع إسلام ويب وتتكامل معها. ففيها يجد الباحث ضالته بأدوات بحث متقدمة ومبتكرة تساعده على الوصول إلى المعلومة بسهولة ويسر، حيث وضعنا بين أيدي الباحثين 61 كتاباً من كتب التراث في تفسير القرآن وعلومه. تمثل أكثر من 360 مجلداً وأكثر من 220 ألف صفحة، تشتمل على أكثر من 13 ألف عنوان ضمن شجرة علمية وفهرسة موضوعية لكل كتب التفسير وعلوم القرآن، تسهيلاً للباحثين على تصفحها والانتقال بين كتبها وأبوابها والنهل من معينها. فبمجرد الوقوف عند أي آية في كل مادة من مواد المكتبة، تظهر بشكل مباشر مواضع تفسيرها من كتب التفسير ليختار الباحث واحداً منها. كما أننا خرجنا كل الأحاديث الواردة في كتب التفسير وعلوم القرآن وترجمنا لكل راو من الرواة، إضافة إلى أننا شرحنا الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث اعتماداً على كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. كل هذا تم تقديمه بدقة عالية جداً، حيث بلغت نسبة دقة إدخال النصوص 99%. إسلام ويب، سعادة تمتد.